سموها في مركز البحوث الزراعيه من بيلا دم. يعني اتصور مع حضرتك استاذ حمدي. فين النقيب بتاعنا؟ يعني انا مستشاره للنقابه وفي الاخر بقى مره قابلتك في الاعتصام في التحرير. اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. انا طبعا مشتاق لحضرتك وهسرع حضرتك بس وشبكه الخير بترحب بيك وتقول لك كل عام بخير. الله يخليك. كلمه للفلاحين اولا. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده ربنا يتم ثوره 25 يناير على كل مصر، واول من يستفيد منها هم اصحاب الحق في هذا الوطن، وفي المقدمه منهم الفلاحين العرقانيين الكادحين الشرفاء المنتجين اللي هم اصل مصر. ان شاء الله يتمكن هذه النقابه وكل الحريصين على تحقيق مصالح الفلاح المصري من انجاز سياسات جديده وتطبيقها تحمي الفلاح في ارضه وتصون حقه في ان يحصل على تقاوي وبذور واسمده ومبيدات كل مستلزمات الزراعه باقل سعر، وان يكون طرفا حقيقيا في تحديد سعر بيع محصوله، وان نضمن لكل فلاحين في مصر حياه كريمه من عائد جهدهم في زراعة تتطور وتضيف للاقتصاد المصري أيضا. الفلاحين بشكر حضرتك. وأما بقى في الأحداث السخنة على الحدود المصرية، ماذا تطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ أطلب ما يطلبه أي فلاح مصري. فلاح عارف أن الأرض عرض وما بفرطش في دمه ولا في كرامته. أنا ترى عاوزين ما نفرطش في أرواح شهدائنا اللي استشهدوا، عاوزين موقف حاسم ضد العدو الصهيوني. طب ما رأيك في 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 تكاسل أو في بطء الرد الفعل الرسمي من قبل السلطات المصرية؟ أنا لا أريد أن أوجه أي اتهامات الآن للموقف الرسمي. وقت المخاطر الخارجية هو وقت الوحدة الوطن بامتياز. فعاوزين ما يبقى لنا آراء هنقولها في أضيق دائرة الآن، عاوزين كل الشعب المصري مع بعضه، شعب وجيش إيد واحدة عشان نصد الصهاينة. هذا ما نريده وهذا ما نستطيع. وهذا ما يحدث فعلا أمام السفارة الإسرائيلية كله بيقول نحن جميعا صفا واحدا. هو نأكد الشعار ده بقى باسم الفلاحين اللي موجودين هنا النهاردة. شكرا.